السلام عليكم، معكم خالد بناني الفنان المغربي. اليوم كنمثل واحد الشريحه من واحد الجيل من الفنانه، وجيت لبي الدعوه نتاع بروفيسور ليلى. جيت اولا كمواطن، من غير فنان كمواطن، بعدا تكون يوم تاع تحسيس بان المواطن يتضامن مع مواطن اخر، لان كلنا كنتعرضوا للوعكات الصحيه. نبي اليوم فرحه، ما بغيناش اليوم نجيو هذيك الفكره ان المستشفى دائما هو الالم والحزن، هو الخوف من المجهول. لا، اليوم فرحان انك نبينوا له بان سحابه عابره ان شاء الله، بان الانسان راه كلنا معرضين للوعكات، وبان راه حنا معاك. يعني المواطن راه كيحس بخوه المواطن، حنا بلاد الكرم. يعني حنا مشاعرنا مع 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 مع, 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 مع الاجنبيين كنفيضوا يعني بالكرم. إذن اليوم كنبينوا بان راه حنا مع خوتنا. اليوم راه فرحه ان نجيو نفرحوا مع المريض ديالنا، وما يبقاش في ديك الهم بوحدو بحال اللي راه في دارو. شفت ان اليوم كي كتشوفوا المنوره، يعني الفكره نتاع المستشفى ولات زوينه. هكذا خصنا دائما ملي نمشيو عند المريض. انا واحد كنوجه لكم واحد الرساله لخوتي المغاربه، ان ملي تمشيو عند المريض سيروا فرحانين، ما تبكيوش حدا، ما تحزنوش حداه، رغم انكم كتخافوا وكذا وكتالموا عليه، فرحوه. من تدخلوا عنده تدخلوا انكم بقلب انكم راه فرحانين. يعني عادي راك مريض، غدا ان شاء الله تقوم بسلامه. عاودوا له المكيتات، ديو له الوريضات، ديو له كذا، عاودوا له اخبار ساره على برا. يعني حسوا بان راه عايش برا، وحسوا بان راه كي قلت لك سحابه عابره. ودائما الانسان يدير اليقين في الله سبحانه وتعالى بان كاين امتحان، كاين كذا الامتحانات. انك المهم في المجمل اللي نقول هو اننا الله يحفظكم من كل سوء، من كل مكروه، انكم تاخذوا هذا بحال اللي خدينا هذا اليوم تحسيسي انه يبقى دائما عندنا ان شاء الله. المستشفيات ديالنا يكونوا بحال واحد الغرفه اخرى من البيت، يعني جناح من, من, من البيت ديالك. المريض فيه كياخذ واحد فتره النقاهه، ودايز الحمد لله. والاطار نتاع الطب ولا كيتحسن في المغرب، كان فرحانين الحمد لله. والله العظيم ما شاء الله، ملي كتشوف هذا الشيء، لان كنا كنخافوا وكنقولوا للمستشفيات راه حنا الصحه ديالنا كتدهور القطاعات وكذا. ملي شفنا هذه البادره نتاع بروفيسور ليلى، ما شاء الله عليها، بروفيسور صغيره بزاف السن، ان الله يحفظها، الله يحفظها، الله يحفظها، انها استطاعت دير واحد ليفينمون هكذا. اننا حنا فريمون حنا حسينا براسنا بان الله المستشفى راه حتى لو وقعت شي حاجه راه حنا ماشي لازم نمشيو غير للخاصين. الخاصره حتى القطاع العام راه بدا يرجع ديك الثقه اللي كانت للمواطن. لان كنا حنا سبيطارات، حنا كبرنا في المدارس عموميه وسبيطارات عموميه، كنا كنحسوا براسنا، كانوا الناس كلشي كيأدي دوره بروح وطنيه عاليه. دابا اليوم كنشوفها وكنشوف دكاتره صغار غادي يتخرجوا وكيديروا السبيسياليتي، يعني اكثر من دكتور. يعني راه يعني السبيسياليتي ما شاء الله، وغادي يكون ان شاء الله الغد ان شاء الله في المغرب غيكون اجمل ان شاء الله بالمغاربه وبالحب بعضياتنا. والله ينصر سيدنا، لانه هو ليدونتيتي ديالنا، هو اللي كيجمعنا. اننا ما عندناش فرق بين عربي امازيغي، انا كنمثل الهويه العربيه والامازيغه من امي الله يرحمها ريفيه، والاب ديالي تازي من مدينه تازي. يعني حنا كنمثل هذا الشعب الطيب الكريم اللي هو خليط من ثقافات. الله يخليكم على خير. شكرا شوف تيفي، لانكم انتم صريحين بزاف وواضح كلامكم. الله يحفظكم ويخليكم لينا. شكرا. اول حاجه انا جيت سعيد بالتواجد مع هاد الناس هادو، وهادي اقل حاجه يمكن نديرها كفنان. اما اول ما توجهت لي الدعوه ما ترددتش، ربي الطلب. كما كتعرف الناس مرضى، يمكن هاد المجيئ ديال الفنانين ولا ديال الاعلاميين ولا ديال الناس الممثلين، ايوا كما بغى يكون، لا رياضي ولا هاد، كتعطيهم واحد الدفعه معنويه. الناس محتاجين دابا الدفعه المعنويه اكثر ما محتاجين الادويه. والحمد لله كما شتي فرحوا بينا، وحنا فرحنا بهم، وحسينا بواحد الاحساس اللي غريب بزاف. شفنا فيهم ولادنا، وكنتمنى لهم الشفاء كامل ان شاء الله. والحمد لله الطيب عندنا في البلاد تقدم، وكنتمنى هاد التظاهرات بحال هكا
تكثر وتكون تكون بزاف المرات، لانه اول حاجه حنا كفنانين ما كنتلاقاوش مع بعضياتنا بزاف، الحمد لله تلاقينا مع بزاف الناس شحال هادي مشتهم، وحتى بالنسبه للمرضى كتعطيهم واحد الدافع معنوي كما سبق لي وقلت، يعني كنتمنى ان شاء الله تكرر بزاف المرات وانا موجود في اي وقت لبيوت الطلبه ما نطردش ان شاء الله تحمل. نحن اليوم بدنا نشد عائد كل القيمين على هذا الإيفنت اللي الهدف الأول منه هو يتقربوا من الناس ونخلق مصداقية ما بين المريض والله يبعد كل مرض عن كل إنسان والجسم الصحي المستشفيات الحكومية، فهذا موضوع جدا مهم. نحن حاضرين لحتى ندعم أي هذا أي عمل في هدف خير للناس وللمجتمع. برافو، أنا اليوم دعيت من هالمنظمين، فرحت كثير، كل يوم بتأكد أني فرد من هالمجتمع اللي أنا انصهرت فيه، فرحان كثير بهالنشاط، حلو نحمل هم الناس، حلو كثير نفكر بمشاكلهم بصحتهم، نحن حاضرين دايماً وميرسي لكم شوف تيفي اللي دايماً حاضرين، برافو، كان معكم رياض العمر، بحبكم كثير. الوقت اللي عيطت لي المديرة ديال المستشفى 20 غشت دكتورة ليلى بن حميدون، جاوبتها وقلت لها يعني غنحضر وغنجي، لان لقيت بان لي في هذه المبادرة يعني واحد المبادرة اللي هي خارجة من داكشي اللي كنعرفو وعندها واحد الدور مهم. هذا الدور مهم هو التقارب ما بين المستشفى وما بين الأطباء والقطاع الصحي بصفة عامة والمواطنين. وهذا الدور علاش مهم؟ لان المواطن ولات عنده واحد النظرة ربما حقيقية ولكن ماشي كلها حقيقية، واحد النظرة خايبة على القطاع الصحي وعلى المستشفى وعلى المستشفى العمومي. وهذه المبادرة هذه يعني كتفتح الأبواب وكتحول تبين الحقيقة ديال المستشفى العمومي، وباش ياخذوا المسؤولية ديالهم المواطنين، ياخذ المسؤولية، والوقت اللي غيولي يهضر غيولي عارف بالضبط علاش كيتكلم أولا، وثاني هو غيولي واعي بالدور ديالو داخل هذا المستشفى، لان كيدخل كمريض وخاصو يداوى ايفيكتيفمون، ولكن خاصو حتى هو يساعد الاطباء، يحاول يتكلم على المستشفى وعلى الاطباء بواحد الطريقه اللي تكون من مانيير بوزيتيف، ويساهم وخصو يحس بالمسؤوليه، يعني حتى الا كان غيلاحظ خاصو يلاحظ باش يكون في واحد الطريقه للمستشفى ولا القطاع الصحي يتحسن ويوصل للمستوى ديالو اللي كنتمناو ليه. بالنسبه ليا انا الطبيب ما بين المهنات اللي كنحبوهم، ولاي اي دري صغير كيكون في صغره كتقول ليه شنو باغي تكون من بعد، كيقول لك ما كيقولكش صحفي ولا مقدم الاخبار، كيقول لك باغي نكون طبيب ولا باغي نكون فيتر ان بومبيي ولا سو جون دو شوز. الطبيب يعني كيلعب دور مهم، دونك داروا واحد المبادره هنايا، واحد العمليه اللي هي مهمه، يعني جابوا حتى الدراري الصغار، لان هذوك الدراري الصغار هو المواطن ديال المستقبل وهو اللي غيحمل وغيحمي الدور ديال 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 المستشفى. دونك لبست اللبسه باش نكون فريمون دون لو رول ونلعب ونحول ا مون نيفو، نلعب الدور ديالي كمواطن اللي غيساعد هاد الناس اللي قاموا بهاد العمليات.
كنتمنى يبقاو ديما نديروها هكا ويجيو عندنا ينسونا شويه في المرض. فاطمه الزهراء العراسي من اللي فان ديالها كتعجبني. كنشكرو من هذا الوقت اللي عطاونا من الوقت اللي عطاونا من شي عارفه الفنانه كيكون مشغولين بزاف. وكنشكرهم بزاف على هذا الوقت اللي عطاو لينا اليوم وما ردوش في وجوهنا وفي وجوه هذه المدرسه اللي جات عندنا. شكرا لهم بزاف. اكيد ان ما يمكن الا نلبي الدعوه. وهذه ماشي اول مره، انتم عارفين وحضرتوا معايا بزاف ديال الاحداث بحال هادو، سواء في دار المسنين سواء في الاطفال المتخلى عنهم. وكذلك بالنسبه للمستشفى، دي ماشي اول مره اللي كنزور اطفال السرطان ولا اللي مصابين بالسرطان عفوا ولا اللي مرض وداك الشيء. بالعكس كل مره كنجي والحمد لله كنفرح ملي كندخل داك الفرحه على قلوبهم. وبالعكس راه انا اللي كنفرح ملي كنشوف ملي كنحس براسي انني فرحتهم. ولكن كنتالم، كون على يقين بانني كنتالم في الداخل ديالي، وكنرجع لداري وانا مألمة بزاف اللي كنشوف اطفال صغار مساكن كيعاني او ناس مسنين في دور العجزه وكيقول كان عندي ولدي. ايوا حقيقه شوف، اي انسان غادي يمشي للبلايص بحال هكذا والا غادي يخرج. ايوا المهم اللي عنده شي وليدات الله يخليهم له، اللي عنده شي والدين الله يخليهم له. وتهلاو في والديكم، تهلاو في والديكم، تهلاو في والديكم. وهاد الوليدات مساكن ما نكذبش عليك، عاتي قلبي كيتقطع ملي كنشوف بنيته صغيره. وهانتي شتي واحد البنيته راك حضرتي معايا وتتعنق فيا، واحد اللحظه جميله حسيت بها ملي غنيت عيد ميلاد سعيد العفاف. الله يشافيها يا ربي ويطول في عمرها والله يصبر مواتهم. هي المجيء ديالي اليوم بمعية مجموعة من الفنانين وناس رجال إعلام ومواطنين شخصيات أخرى عمومية في الدار البيضاء، فهي لأجل تلبية الدعوة ديال البروفيسور المسؤولة عن تسيير مستشفى 20 غشت البروفيسور ليلى بن حمدون، اللي ارتأت أنه تكون أيام مفتوحة من أجل التواصل أحسن مع المواطن المغربي اللي فيه المريض وعائلة المرضى، وكذلك ناس اللي كيتخوفوا من المجيء للمستشفى على أساس أنها كتمثل الصحة العمومية. أنا من توجهت لي الدعوة من قبل الأخت حياة جبران، فوصلت لي الدعوة ديال المسؤولة عن المستشفى، فجيت بحكم أنني كممثل ممكن نساهم ضمن القوى الناعمة في هذا التقريب أو القرب اللي كتلجأ ليه الإدارة المستشفى. وكنتمنى أن تكون مستشفيات أخرى تسعى في نفس الاتجاه، خصوصا بعد الخطابات ديال صاحب الجلالة من أجل خدمة أحسن للمواطن المغربي، وفي ظل حتى ما تنقله مجموعة من المواقع الإلكترونية من بينها شوف تي في على تردي الأحوال في المستشفيات العمومية. أكيد هناك نقاط كثيرة بيضاء فالصحة العمومية، كثير من النقاط للأسف تسيء إلى وجه المجتمع المغربي خصوصا على مستوى الصحة، لكن بين النقاط الإيجابية هو أنه لما وقعت لي حادثة سير شخصيا، فكان النقل ديالي للمستشفى ديال البوزنيقة اللي للأسف ما كانش يرقى إلى 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 مستوى المستشفيات اللي ممكن
يأوي الحالة ديالي، لأن كنت في غيبوبة هذيك الساعة، كانت ضربة قاصحة يعني حادثة كبيرة، فتم نقلي المستشفى بن سينا اللي الحمد لله، واللي سمعت من بعد ما خرجت من المستشفى بأنه أحسن مستعجلات كاينة في المغرب، يعني الطاقم الطبي ديالها ما شاء الله، والحمد لله ربي وقف إلى جانبهم بفضل الدعوات كذلك ديال المغاربة اللي تعبوا من أجل دعاء لعبد ربي. وكان طاقم الحمد لله بقيادة بروفيسور كتاني اللي إنسان طيب جدا اللي تعرفت عليه من بعد، واللي جاني حتى المستشفى العسكري، جاني من أجل اطمئنان على صحتي بحكم أنه كانت واحد الجانب إنساني حاضر عنده بشكل كبير. فقلت بأنه المستعجلات ديال ابن سينا الحمد لله أنها توفق الله سبحانه وتعالى أنها تخرجني من غيبوبة وتوقف القلب ديالي الجمرات عندهم، والحمد لله تمت نجاة ديالي. الآن كنتكلم مع شيف تي في من خلالها مع الجمهور المغربي من خلالها، فالحمد لله. وشكرا للطاقم الطبي كله ديال ابن سينا، وشكرا لكل الأطباء الغيورين واللي عندهم يعني روح إنسانية في التعامل مع المرضى، مع الجانب المادي ديالهم، حتى مع الجوانب النفسية ديال المرافقين لهم، لأن المريض هو عائلة المريض أكثر. هذا الحضور ديالي هو المفروض يكون حضور ديال اي مواطن مغربي. انا اتصلت بيا البروفيسور ليلى بن حميد قول اللي هي مديرة مستشفى 20 غشت، دايره هذا البورت اوفيرت اليوم، مبادره طيبه كتحاول دير واحد المصالحه ما بين المواطن المغربي والصحه العموميه. احنا كنعرفوا اوجوردي ولي ريزو سوسيو حيت كاين فيهم الكوتي الجانب السلبي والجانب الايجابي، ان كنشوفوا بزاف ديال لي فيديو كيسيركول على الصحه العموميه والخدمات ماشي في مستوى كلشي. دونك جينا حنا مجموعه من الصحفيين ومن الفنانين ومن المواطنين المغاربه، وشفنا اللي الخدمات اللي كتقدم في هذا المستشفى اللي هي على مستوى عالي. بصح كاين الخصائص ولكن كاين تحسين في الجوده ديال الخدمات، وتعرفنا عن قرب على المرضى السرطان الله يشافيهم مع الوالدين ديالهم، وحكاوا لنا المعاناه وفي نفس الوقت الخدمات والعلاج اللي كياخذوه واخا كيكونوا جايين من مناطق بعيده. دونك الحضور ديال المجموعه ديال الفنانين اللي حنا اتصلنا بهم ولبوا الدعوه، هذا شيء مهم، لان هاد المرضى ولا هاد المواطن ملي كيشوف واحد الفنان في واحد المستشفى يعني شويه كتكون هذيك الثقه. ما نقولوش راه هاد الفنانين ما كيتعالجوش لا كيتعالجوا في المستشفيات العموميه، واغلبيه ديالهم وحنا كنعرفوها ملي كيمرضوا ما كتكونش الامكانيات، كيكونوا على نفقه الدوله ولا على نفقه صاحب الجلاله وفي مستشفيات عموميه اللي هتر. ومعنا اليوم احسن مثال على هذا الشيء هو هشام بهلول اللي هو موجود معنا اليوم، واللي هو بالخدمات ديال المستشفيات العموميه ديال الرباط السي اش يو باش تنقذ الحياه ديالو. دونك الفنان اليوم كيخصو يكون في خدمه القضايا الاجتماعيه. بصح الفنان كيقدم لنا واحد الفن حنا كنستمتعوا به، ولكن في نفس الوقت كيخصو يقدم خدمه للمواطن تكون عندها الجانب الاجتماعي. اليوم كنتواجدوا في لوبيتال 20 غشت في الدار البيضاء، اوبيتال اللي فيه بزاف ديال التخصصات. توجهت لي دعوه من عند الاداره باش نحضر بحالي بحال بزاف ديال لي زارتيست والنجوم ديال الاعلام في المغرب. فرحان بزاف لانه يوم تواصلي مع هاد الوليدات هادو ومع مرضى وحدين اخرين، وهذا واجبنا احنا كفنانه وكناس معروفين ربما باش نحاولوا. شوفي الا ما درنا شي حوايج بحال هكا صافي ديك راه خدمتنا وداك الشيء ما يقل حتى شي حاجه. دونك فرحت بزاف باش جيت تلاقيت مع بزاف الناس هنا، واللي جميل في الامر سيكو ناس اللي هازين ربما في قلبهم وفي صحتهم بزاف ديال المرض وبزاف ديال المعاناه، ولكن تيشوفوك بالبسمه وبالفرحه وعندهم واحد الاصرار وواحد الشجاعه وواحد القوه باش يواجهوا المرض. كنبغي نوجه لهم تحيه كبيره، وحنا قدام الاصرار والقوه ديالكم والو زعما حنا تنشوفوا راسنا في الحياه اليوميه كنبداو بعض المرات حوايج بساط كنتدمروا فيهم وكان على صعيب، مي فاش كتشوف الناس بحال هادو كتعاود تفكر في الدنيا كيفاش دايره.
مرحبا بكم عندنا في لوبيتال 20 اوت. درنا هذه المبادره باش نعرفوا الوليدات الصغار على المهنه ديال الطبيب باش يشوفوا شويه. دونك انا في السيرفيس اوبتالمولوجي، دونك درنا لهم شويه كيفاش يديروا لو لافاج اوكولير، كيفاش ينقوا العينات، وكاينين بلوزيغ سيرفيس فوالا. دونك كان مرحبا بكم، وبغينا نقربوا لو سيتويان من لو سي اتش يو، ومرحبا بكم عندنا فوالا. الله يجيب الشفاء للجميع.